ينضم إلينا من عدن مراسلنا ياسين الرضوان لنطلع منك على التفاصيل التي لديك بشأن هذا العاجل حيث استهدف الحوثيون سفينة جديدة. ياسين، ما الذي تعرفه عن هذا الاستهداف الجديد؟ نعم، إذا هو استهداف جديد أعلن عنه الحوثيون، وقالوا أنها يعني عملية استهداف لسفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر، وقالوا أنهم استهدفوه عبر قواتهم البحرية وعبر صواريخ، وأن الإصابة كانت مباشرة لهذه السفينة. وتحدث أيضا متحدث الجماعة الحوثية المتحدث العسكري بأن العمليات مستمرة وأنهم ماضون في قرارهم في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حسب وصفه. وأيضا أكد على ضرورة رفع الحصار وأنه السبيل الوحيد لإيقاف هذه الهجمات ضد الملاحة الإسرائيلية أو حتى الأمريكية والبريطانية، وقال أن قواتهم لن تتردد أبدا في تنفيذ وتوسيع عملياتهم العسكرية دفاعا عن اليمن ودعما للشعب الفلسطيني. وأيضا كانت المصادر وهيئة العمليات البريطانية يوم أمس تحدثت عن أن الحادثة حدثت في شرق المخا بما يقرب من 72 إلى 70 ميلا بحريا. هذا الحدث الذي يحدث، وأيضا هذا الحدث الذي يظهر مدى تصاعد الأحداث بعد تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية ودخول هذا القرار حيز التنفيذ. لأن هناك عمليات متسارعة، التوترات تتصاعد أيضا في البحر الأحمر، عادت وتيرة هذه العمليات لتشهد زخما أكبر. الحوثيون يعودون من جديد إلى هذه العمليات ويعودون أيضا بوتيرة عالية، ويأتي ذلك مع حراك كبير يقول على الحوثيين أن يتوقفوا حتى يتم استثنائهم من هذا التصنيف والنظر في عملية التصنيف مجددا. وتستمر أيضا القيادات الحوثية في تهديدها برفض هذا التصنيف، ويقولون أن هذا التصنيف تصنيفهم كجماعة إرهابية عالمية إنما هو تحت أقدامهم، وأنهم لن يتوقفوا أبدا عن استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب حتى تتوقف الحرب على غزة وإيقاف المجازر في هذه المنطقة. ويجري في هذه الأثناء أيضا عمليات تحشيد واسعة من قبل جماعة الحوثيين، حيث خرجوا في أكثر من 11 ساحة لتبين أن ما يقومون به يأتي عبر تأييد شعبي وليس من يعني من مجرد تكوينهم كجماعة. وتتحدث أيضا على أن هذا التصنيف الأخير لا يشمل عقوبات على الدعم المادي أو حظر السفر، وبالتالي تقول المصادر على أن ذلك لن يشكل عائقا كبيرا في تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين. وبينما تتحدث بعض المصادر الدولية على أن هنالك يعني من جراء هذا التصنيف ستكون هنالك تداعيات على 90% من يعني السلع، لأنها الشعب اليمني يعتمد على الواردات عبر البحر الأحمر، وبذلك ربما قد ترتفع الأسعار ويتأثر المواطنون من جراء هذا التصنيف. ويتخوف حسب هذه المصادر الحوثيون من أن تترافع الغارات الأمريكية مع تحركات ربما تحركات العمالقة في شبوة، وكذلك أيضا تحركات القوات المشتركة في محافظة الحديدة، وهو أكثر ما يتخوف منه الحوثيون. إذا تحركت هذه القوات الغارات الأمريكية البريطانية مع جهد أرضي، ربما هنالك تخوف من جماعة الحوثيون. وأيضا تتحدث على أن عمليات التصنيف قد يحاصرهم ويضيق
عليهم أيضا في المساحة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. وهنا كنت أود أن أسألك أيضا ياسين، هذه الخطوة للحكومة اليمنية اليوم وهي وجهت مذكرات حتى رسمية لمديري كبريات منصات التواصل لحذف المحتوى، ولأنه أكدت أن هناك صفحات تورط الحوثيين بنشر أفكار إرهابية، نشر خطاب الكراهية والترويج. تفاصيل أكثر حتى عن هذا الموضوع، لأنه ما نتابعه اليوم من بيانات للحوثي منذ شهر، يعني منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وأمهلتهم شهر لوقف هذه الهجمات، هم استمروا بعد دخول حيز التنفيذ بأقل من 24 ساعة. نحن أمام هذا الاستهداف أيضا. نعم، إذن هي عملية المطالبة بهذا الأمر قامت به الحكومة يوم أمس فور الدخول هذا القرار حيز التنفيذ بتصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، لكن حسب مراقبون يحتاج الأمر إلى وقت لدخول هذا القرار وأيضا لبدء عمليات تأطيرهم كجماعة إرهابية ويعني عدم المساس في دخولهم في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بينما بدأ ناشطون بتحذير الكثير من الناشطين الاجتماعيين وكذلك الذين يتواجدون في مناطق دولية، حذر تحذيرات لليمنيين المتواجدون في دول غربية وربما أمريكية عدم نشر أي شيء من هذا القبيل الذي يشجع جماعة الحوثيين أو يحض على تنفيذ هذه الهجمات. وتقول هذه المصادر الحقوقية على أنه سيتم نفيهم أو ربما الأخذ بحقهم أو ربما معاقبتهم قانونيا. ولكن ما يلاحظه المحللون في هذه الأثناء على أيضا قرار تصنيف جماعة الحوثيين أن الحوثيون يتحركون باستراحة تامة لكونهم يدركون أنهم طرف أساسي في عملية السلام، وبهذا التصنيف أيضا يدركون أنه لا سلام في اليمن من دون أن تكون عملية يكون طرفا أصيلا في هذه العملية السياسية وحتى تنتهي حرب غزة. ويتحدثون أيضا ويراهنون ويشككون الكثير أو يشكك الكثير من المراقبون في عملية تصنيفهم كجماعة إرهابية أنه ليس لها أي تأثير، خاصة مع الدور الإيراني وحرب المعلومات في البحر الأحمر، لا سيما أن هذه الحرب الآن تجري بين الخبراء الإيرانيين والخبراء الأمريكيين من جهة أخرى والبريطانيين، وهذا أيضا يذكرنا بعملية دفع جديدة بتحالف جديد وهو التحالف الاتحاد الأوروبي الذي تحدث والذي يسمى بسبيبس أو ما يعني بالكلمة اليونانية الدرع، وقالوا أن هذا التحالف أيضا يأتي دوره كدور دفاعي وأنه لن يهاجم الحوثيين في مناطقهم أو في مناطق سيطرتهم. وأيضا نتحدث عن عملية التصنيف بأنه لا يمكن لأمريكا أن توقف الهجمات مهما يكون، لأن الهجمات الحوثية في عرض البحر، لأن المسألة هنا ليست مجرد تجميع نقاط لكن سيتم ربما الحد منها إذا ما تم تصعيد عمليات واستهداف أيضا القيادة الحوثية. إليك ياسين رضوان لمتابعة تفاصيل هذا الهجوم وهذا التطور الجديد، شكرا جزيلا لك ياسين رضوان من عدن.